قصدي خفي انت عن جدك وانت عن ابوك. لا خليها جده اريح الراس. شايف يا جده؟ شايف شايف. مين قلت لك جايين من عند الصباح؟ يمكن برد اخوك جاي تشعل الاولاد. شايف الذئب شو عمل يا جده؟ اكلها الغنم اكلها. يا حرام يا حرام يا حرام. ها اهلا وسهلا بالاستاذ نوراس. وشك لما ضو القمر. وشي اختي وشي. شو سمحت لك مرتك تجي تزور اهلك ولا لتكون هي اللي بعدتك؟ ليش هي شو دخلت بعدني يا اميره؟ ايه لا تواخذني. شو هالاناقه يا معلم؟ بعدين ليه مقصر الجرافيت؟ بايدك اميره. ذوقك لما ذوق هدى. شرف شرف شرف. لك شو هذا عليه على ظهر جدن؟ زلم زلم قصدي ابي. تعو حبيباتي تعو 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 تعو. وين يا بيش؟ شو يا غلطة عمري؟ مول شو اللي هدفك لعندي على بكرة الصباح خير؟ تعرف يعني ايش؟ ايه معتمله ان شاء الله. حط هدول تعو ساوي الاصفر يلا. لا ايوه ايوه والله فرحان. يعني برايك ممكن يمشي الحال؟ والله انا يا اخي حكيت معه وفهمته بالحرف الواحد شو يحكي، بس هذا صهرك وانت بتعرفه. هلا بيجي لعندي من اول صوت مشان خير ومنزل لي ادنيه ويجي بيقول لي ما قبل. المشكله حتى لو رضي هذا البطيخ يعطيه 200,000 يعني شو بيساوي؟ كثير حلو يا اخي. قلت لي حوشت شويه مصاري بثلاث سنين. شو قالوا لك يعني حوشت ملايين؟ كل اللي حوشتهم 300,000، مع هال 200,000 صاروا نص مليون. طيب نص مليون مناح. جدبة انتي ما بتفهمي علي، انا راكد والتعبان كل هالتعب لحتى استأجر. شو لكان؟ انتي عنا؟ اهلين اختي.